تعالوا نروح ناخد حد بقى من مسؤولي فريق سان جورج معايا عبر الهاتف عبر سكايب الآن. داوت ويبشت عضو مجلس إدارة نادي سان جورج الأثيوبي ومدير التسويق في النادي مباراة اليوم. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. صباح الخير، شكرا جزيلا لكم. كيف رأيت هزيمة فريقك اليوم أمام النادي الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة في ذهاب دور 32 من دوري أبطال أفريقيا؟ كانت مباراة جيدة جدا. الأهلي نادي كبير، نحن ممتنون كثيرا للمجيء لمصر ومواجهة النادي الأهلي. الأجواء مختلفة تماما. الأهلي لعب مباراة منظمة جدا تكتيكيا ومن الناحية الفنية. أعتقد أن فريقنا لا زال شابا، يحتاج المزيد من الوقت ليكون مناسبا لهذه المرحلة، لكن بذلنا ما بوسعنا، وأعتقد أننا حاولنا أن نجاري الأهلي في المباراة، ولكن هذا ما حدث. ما كانش في أي رد فعل لفريق سان جورج النهاردة رغم الهجوم الكاسح للنادي الأهلي، هل هذا كان استسلام لقوة النادي الأهلي أم إجبارا من النادي الأهلي أنه يهاجم فريق سان جورج طوال المباراة؟ نحن نفقد الآن أهم لاعبين في الفريق، لم يلعبا المباراة، لم يأتيا معنا، وأعتقد أننا سنحضرهم معنا في المباراة القادمة يوم الجمعة، وأعتقد أن الأمر سيختلف. ومنهم لاعب هو نجم الدوري الإثيوبي، فأعتقد أنهما سيستطيعان المجيء وسيكون الشكل مختلف وسيكون الأمر أفضل بالنسبة لسان جورج. عندما ينضمان للفريق هل تستطيع هزيمة النادي الأهلي في المباراة القادمة؟ لا أستطيع أن أقول ذلك. لا أستطيع أن أقول أننا نستطيع أن نهزم الأهلي، لأن الأهلي هو نادي كبير، هو الأكبر في أفريقيا. نحن لم نصل لهذا المستوى بعد، ولكن ما أقوله أن كرة القدم هي كرة القدم وأننا سنحاول. لماذا قررت أن تلعبوا المباراتين في القاهرة؟ ثلاثة أسباب. السبب الأول هو احتياطات الكاف والأمور والإجراءات الخاصة بالكاف، أن ملعبنا لم يكن جاهزا لاستضافة المباراة. هذا السبب الأول. السبب الثاني هو لأن الفترة بين المباراتين قصيرة جدا، أن نذهب إلى بلد آخر ومن ثم نعود إلى مصر، فكان الأمر صعبا. حاولنا أن نحافظ على استعداد فريقنا وأن نجعلهم جاهزين للمباراة القادمة في أقرب وقت. لم نستطع أن ننقلهم لبلد آخر، فهذا هو السبب الرئيسي في عدم ذهابنا إلى بلد آخر غير مصر. أي من لاعبي النادي الأهلي النهاردة أعجبت بهم في المباراة حتى لو على مستوى الأرقام يعني؟ حاليا اللاعب رقم 10 واللاعب الذي أحرز هدفين رقم 14 هما لاعبان جيدان جدا، ومن الناحية الفنية هما على أعلى مستوى، والأهلي ككل كان منظما جدا اليوم. هل ترى أن من سوء حظ فريق سان جورج نواجه النادي الأهلي في دور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا؟ نعم بالطبع، من الطبيعي جدا أن نذهب بعيدا في هذه البطولة بما لدينا من إمكانيات، ولكن هذا وكان هذا هدفنا في بداية البطولة،
ولكن هذا هو تصنيفنا، وما وقعنا فيه أن واجهنا الأهلي فريق كبير، فكان الأمر صعب علينا. نحن حاولنا أفضل ما لدينا وسنحاول أن نتأهل في العام القادم. داود ويبشت عضو مجلس إدارة نادي سان جورج الأثيوبي بعد مباراة الأهلي اليوم، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وهذا اللقاء.